خدمت في القهاوي، خدمت في الديور، خدمت على والدي وبا مات، خلى خوتي ما عندهمش ما بحالهمش، كاينين والدة جوج بنيات، هاد البنيات كافحت عليهم نكرهم وزاد فات ما صباح دايرين محل مدنية في الصخور الرحامنا، دايرين محل مدنية وحدهم. ودابا كنطلب من المحسنين، كنطلب من المشاهدين الله يجزيهم بخير، الا بغى يشريو ليا ونجمع هذيك المهمه وهذاك الخو واخا يشريو ليا عبر راكبين تقرر انا وياه، ما بغاوش يشريو ليا يعطيوني داك المليون ونص نمشي نتقاد به هذاك الخيمه اللي في العروبيه، ما عنديش وما بحاليش. اليوم اتصلت بيا الام ديالي قالت لي شوف يا بنتي راه ما طينا باش، قالت لي باش نتقوتوا راه ما عندناش القوت. واليوم الام ديالي انا ما ندوزهاش، امي عزيز عليا، امي هي عينيا، وخويا هو ام العين، هو الكبير فينا، عنده مرض الصرع كيشرب كاردينال. كنطلب من المشاهدين ومن المحسنين وكنطلب من جلالة الملك، كنطلب من جلالة سيدنا يشوف فيا في هاد الوطح، ما عندي شي كريمة غنخدم فيها، ما عندي شي خدمة مسؤولية ما غنمشي ليها، بغيت نرجع لبلادي باش نبني بلادي لرباط صخر رحامنا. اليوم انا باغا نمشي ليها نصاوب هذاك الدار ديال الوليد اللي خلى ليا، بغيت نصاوبها، طالبين ليا المعلميه جاوا شافوها والناس معايا طالبوا ليا مليون ونص، مليون ونص انا ما عنديش، كافحت على بنياتي والله راه غادي نشوف من كل حال مسكين، ما تليت قاداش على الديور، ما تليت قادا على الديور، ما تليت قاداش على المسؤوليات القهاوي، ما خليت فين خدمت عليا، ما تتقداش على والو ولا مسؤوليه لا والو، الحمد لله انا ما تتقد على مسؤوليات، انا المسؤوليه ما تتقد على بنتي. دابا انا الصغيره راه عند اختي راه باغا تزيد السويع وما عندهاش باش غديرها، ما عنديش الامكانيات باش غندير لها السويع، كتقرا هاد العام عندها التاسعه شويه ما كاينش والو. انا كنطلب الله والمحسنين الا بغاو يشريو لي شي موحيل يشريوه ليا، هنا نجمع داك الدري مشرد ونجمع بنياتي. ها الحاله كتشوفوا فيها البيت اللي حنا داركين فيه انتم كتشوفوا فيه، انا الله غالب نعيت صافي منيت صافي، شتني السكر داك الوعر زيارات زيره ديال الصح، بغيت انا نمشي نبني ونمشي نبراك ونرتاح، الا كان شي محسن كيسمعني وود الخير وكابر في الخير يعاوني على داك المليون ونص نمشي نبني.